السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول حابب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي حسام الدين حسن، خريج جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا. والفترة اللي فاتت يعني حوالي 6 سنين دلوقتي بدأت قناة يوتيوب اسمها تعلم أونلاين. القناة دي الحمد لله يعني وصلت دلوقتي أكتر من 120 ألف مشترك، وكان الهدف بتاعها من البداية خالص إن إحنا نساعد طلاب ثانوية عامة إن هم يتميزوا في الدراسة وكده. فالقناة نفسها كانت تجربة لطيفة، هو ده اللي خدني بعد كده للفريلانس، وده بعد كده خدني ناحية الانتربرينورشيب او ريادة الاعمال. ف يعني البداية بتاعت المهارة اللي اعتمدت عليها جامد في موضوع القناة واللي اشتغلت فيه كفريلانسر بعد كده كانت صناعة الفيديوهات. بعد كده بدأت اهتم بجانب الماركتينج او التسويق، وتعلمت كتير في الجانب ده، واشتغلت كفريلانسر فيه فترة. وبعد كده بدأت ان انا استخدم المهارة دي للشغل الخاص بتاعي، واشتغلت فترة كده في الطباعة. يعني اشتغلت في أكتر من مجال، ده كون خبرة الواحد بشكل كبير الحمد لله. ودلوقتي بشتغل أنا والتيم بتاعي على قناة اليوتيوب، وفي بعض الخدمات اللي بنقدمها في الجانب بتاع الماركتينج وصناعة الفيديوهات. طيب أنا برضو حابب اللي دلوقتي موجود معانا لايف يكتب لنا في التعليقات، يعني هو يعني يعرفنا بنفسه ويقول لنا هدف هو شغال عليه دلوقتي ونفسه ان هو يحققه على المدى القريب او المدى المتوسط. وانا برضو يعني هبدأ انا بحاجة زي كده. انا في الوقت الحالي اكتر حاجة مركز عليها هو الفيرتشوال رياليتي او الميتافيرس، وده اللي شجعني ان انا يعني اهتم بيها جانب في قناة ايبرينيرز دي، القناة اللي بدأتها السنة دي. والقناة دي الهدف منها اني اكلم الناس ازاي ان هو يبدأ بيزنس اونلاين، مش بس ان هو يعني يعمل بيزنس بمعنى ان هو يأسس شركة او كده، لكن حتى الجانب بتاع الفريلانس هو من الجوانب اللي بنتكلم عنها. يعني فاللي هيكتب لنا دلوقتي تمام، اللي هيشوف التسجيل برضو يكتب لنا في التعليقات، وانا ان شاء الله هقراها وهرد عليها. طيب خلونا دلوقتي برضو يعني حابب اشكر الفريلانس يونيون. يعني الناس دول بصراحة يا جماعة رائعين جدا. انت بتبدأ في اي مجال بتبقى حاسس بتوهان شوية، مش عارف تتحرك ازاي، مش لاقي حد يساعدك لو انت عندك سؤال معين، او حتى مش عارف تبدأ خالص. فالناس دول بيعملوا شغل عالي جدا بصراحة. في جروب تليجرام اول باول لو عندك اي اسئله بتقدر تسال عليها، بتقدر ان انت تشوف ناس عندهم خبره قبل كده وتتعلم منهم وتستفيد منهم. في من وقت للتاني تقريبا كل شهر بيبقى في ميتنج ووركشوب، فبصراحه بيعملوا شغل عالي جدا. فانت لو واخد المجال ده بجد انضم ليهم وحاول انك تستفيد منهم قدر الامكان. وطبعا بشكر التيم بتاع الترا تنظم معلومات على السيشن الجميله دي. طيب انا برضو هتشيك لو في اي كومنتس دلوقتي. حلو جدا. طيب خلينا كده سريعا يعني نبص على حاجة تصور عند الناس نغيره سريعا، وهو انه الناس بتظن ان المستقل او الشخص اللي بيشتغل كفريلانسر ده كده بيصحى الصبح يبص على بيبال يلاقي فلوس وصلت، ياخد كوباية القهوة وبعد كده يبدأ ينزل يخرج يتفسح شوية يرجع يلاقي فيه فلوس تانية دخلت، ان حياته يعني كده كلها فلوس في فلوس ومفيش اي مجهود مفيش اي تعب. وده انطباع خاطئ تماما. الفريلانسر زيه زي الموظف عادي، بيتعب وبيجتهد وبيشتغل علشان يقدر ان هو يحصل على اجر، مع اختلاف انه الموظف ضامن ان هو في اخر الشهر بياخد مرتب. الفريلانسر لو ما سعاش عشان يجيب مشروع يشتغل عليه فممكن اخر الشهر يلاقي مفيش اي دخل دخله. فده يعني حاجة محتاجين ان احنا نغيرها، تصور محتاجين نغيره عن الفريلانسر. هو مش محتاج يقعد يدرس سنين طويلة علشان يبقى فريلانسر كويس، لكن ستيل دي حاجة من الحاجات اللي هو محتاج يعملها، ان هو يجتهد عشان يتعلم ويجتهد عشان يشتغل ويحصل على شغل ويبدأ ان هو يحقق ارباح. في برضو حاجة سريعة هنا محتاجين نتكلم عنها، وانه دايما الاعلام او الميديا او حتى الشخص لما بيتكلم عن نفسه بيتكلم على نجاحه، او النجاح بنوصفه على انه حدث او ايفنت، يعني مش جيرني مش رحله. يعني نتكلم ان فلان حقق كذا، او القناه الفلانيه وصلت مش عارف 100 ألف مشترك او ايا كان، لكننا ما بنتكلمش على الكلام ده حصل في فتره قد ايه، وما بنتكلمش على قد ايه التعب والمجهود والايفورت اللي اتحط علشان حاجه زي كده تتعمل. يعني احنا مثلا عندنا قناة تعلم اونلاين، احنا بنتكلم ان احنا بادئنا اكتر من 5 سنين، ممكن داخلين في 6 سنين دلوقتي. فهي ال 100 ألف دي احنا ما وصلنا لهاش في يوم وليلة،
الموضوع كان نتاج تعب ومجهود كبير على مدار السنين كلها. فده انت تستفيد منه ايه؟ تستفيد منه لما تشوف شخص حقق نجاح معين ايا كان ايه، جاب في بروجكت معين مبلغ كبير، وصل مش عارف القناة بتاعته رقم معين، اتقن مهارة معينة ايا كان، خليك مدرك في دماغك كده من ورا انه الشخص ده اجتهد كتير علشان يوصل لحاجة زي كده. فانت بقى عشان تستفيد من ده حاول تعرف الجيرني دي نفسها عاملة ازاي، لانك الحدث نفسه هو بيفيد الشخص اللي حقق النجاح لكن مش هيفيدك انت غالبا، لكن الجيرني نفسها او الرحله نفسها اللي الشخص اخذها علشان يحقق الهدف ده هو ده اللي انت هتستفيد منه. فانت اسعى دايما تشوف شخص حقق نجاح معين، هو ايه الخطوات اللي عملها، ايه الحاجات اللي عملها علشان انت كمان تستفيد منها، تمام؟ فده انا حبيت ايه اعدي عليه سريعا كده. طيب، في ملحوظه سريعه عايز اوضحها، وهو ان في فرق ما بين العمل الحر ورياده الاعمال، في فرق ما بين المستقل الشخص اللي بيشتغل كفريلانسر والانتربرينور او الشخص اللي بيشتغل كرائد اعمال. في اختلافات كتير طبعا، لكن الحاجه الاساسيه اللي عايز اقولها هنا سريعا هي انه المستقل يعني العائد المادي اللي بياخده هو مقابل المجهود اللي بيعمله. زي مثلا انت بتعمل فيديو، فانت مقابل الفيديو اللي بتعمله بتاخد مبلغ مادي معين، فده بيكون ليميتد شويه ومش سكيلبل، ورائد الاعمال عاده بيفكر في السكيلابيليتي. انا دلوقتي كفريلانسر هقدر اعمل 4 فيديوهات بس في الشهر، رائد الاعمال ده بالنسبه له ليميتيشن كبير جدا، هو مش عايز ان هو يعمل 4 بس، لا هو عايز يعمل اكتر من كده، عايز يعمل 400، عايز يعمل 1000 ايا كان. فانت محتاج تبقى مدرك ده في الاول بحيث انت تبقى مقرر انت انهي تراك عايز تاخده. فلو انت هتكمل كمستقل على طول خلاص ممتاز جدا، لكن لو انت عايز تتجه في وقت من الاوقات انه لا انا مش عايز اعمل 4 فيديوهات بس في الشهر، انا عايز اعمل اكتر من كده بكتير، فمحتاج تكون واعي لحاجه زي كده وتركز على النتوركينج، ان انت يبقى عندك شبكه علاقات كويسه بفريلانسرز التانيين، بحيث انك لو هتاخد تراك بتاع رياده الاعمال في وقت من الاوقات تقدر انك، لانك مش هتقدر تعمل ده بنفسك كله طبعا، فلازم تكون فريق، لازم يكون عندك ناس تقدر تعمل الشغل ده. فانت محتاج تبقى قايل حاجه زي كده بحيث انك لو هتاخد التراك التاني تبقى مستعد له من دلوقتي، ومدرك انك مش هتقدر تعمل كل حاجه بنفسك وهتحتاج تاوت سورس او تضيف ناس للفريق بتاعك. وعشان كده الاتحاد الفريلانسرز هيكون رائع جدا انك تنضم ليه، لانك هتقدر من خلاله تكون فريق او كده. طيب، احنا عنوان المحاضرة بتاعنا يعني هو ما لم يخبروك به، وده كان الجزء اللي في الأول، وده كان هيبقى فيه نقاش كبير جدا، بالذات لو كانت المحاضرة بشكل مباشر كان هيبقى فيه نقاش كبير، لكن الكور أو الأساس في المحاضرة هو إزاي إن أنا أبدأ كفريلانسر، على افتراض إنه أغلب اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي أو اللي بيتابعنا دلوقتي هو لسه ما عندوش الخلفية الكافية وعايز يعرف إزاي يبدأ. طيب، احنا عندنا 5 خطوات، هما دول اللي هنتكلم عنهم سريعا. اول حاجه ان انت تختار المجال اللي هتشتغل فيه، وانا كاتب مش بالسهوله دي لانه كتير بيظن ان هو مجرد انه عرف مثلا ان في حد بيشتغل فوتوشوب وبيكسب كويس قوي فانا عايز اتعلم فوتوشوب، ده حلو وجميل وكل حاجه لكنه مش كافي ومش هيخليك تستمر عاده لو انت بنيت على حاجه واحده زي كده. بعد كده انت محتاج تبدا انك تبني المهاره بتاعتك والخبره بتاعتك. تالت حاجة الروتين، بعض الناس بتظن الروتين ممل، هنعرف دلوقتي انا اقصد ايه برضه بالروتين وليه ليه فايدة يعني، وليه يمكن ضروري كمان للفريلانسر مش بس ليه فايدة. ورابع حاجة التسويق، انت دلوقتي شخص بقى عندك خبرة وممتاز جدا، طيب ازاي ان انا اسوق لنفسي واحصل على مشروعات والناس تدفع لي فلوس في المقابل. اخر حاجة هنتكلم عنها منصة مستقل، وده يعني هنتكلم برضو يعني هنظبطه ازاي في الاخر ان شاء الله، تمام؟ طيب، عندنا في الاول الاختيار مش بالسهوله دي، انا هنا في موديل هكلمكم عنه اسمه الفي كاب سي، تمام؟ انا هشير سكرين برضو، يا ريت بس تاكدوا عليا انه الشير سكرين هتكون ظاهره بحيث اقدر ازوم ان واوت براحتي. طيب، الفي كاب سي احنا بنتكلم على موديل يعني في اربع جوانب، و يعني في حاجه كده فلتر فوق بتشتغل بيه، تمام؟ فخلينا نتكلم عنه سريعا. احنا عندنا الاول الفي دي هي الفاليوز او القيم بتاعتك، فدي حاجه كده فوق، امبريلا فوق، فلتر بيعدي عليه ايا كان الشغل اللي هتعمله، لازم يبقى وزن او داخل الفاليوز دي او القيم دي. بعد كده عندنا السي، عندنا الكابابيلتيز او القدرات، عندنا الاول الاوبورتيونيتيز او الفرص اللي موجوده حواليك، وعندنا البي الباشون او الشغف بتاعك، وعندنا السي اخر حاجه اللي هي الكاركتر. طبعا انا عارف ان كل الناس تقريبا لما بتتكلم في الجانب ده بتقول فولو يور باشون، اتبع الشغف بتاعك، هو ده اللي هيخليك يعني تقدر انك تشتغل وتكون مبسوط جدا بالشغل اللي انت بتعمله.
انا مختلف، انا الباشون هو حاجه من الحاجات المهمه لكنه مش الحاجه الوحيده المهمه. طيب فالاول كابابيليتيز القدرات بتاعتي، انا هدي مثال على نفسي انا شخصيا لما عملت الموديل ده، ففي حاجات مش هشتغل فيها، في حاجات تانية هشتغل فيها. فلو بصيت على القدرات هلاقي انه مثلا فويس اوفر بالنسبه لحد زي حالتي مش هينفع خالص، لانه مش من خلال او يعني مش داخل القدرات بتاعتي. في بعض الحاجات اللي تعيق ان انا اشتغل كفويس اوفر، تمام، ده مثلا حرف السين عندي وانا بتكلم. لكن من قدراتي الكويسه ان انا بتعلم سوفت وير بسرعه، يعني اي سوفت وير ممكن اجربه في 10 دقائق افهم فكرته واعرف اتعامل معاه بسرعه الحمد لله، يعني لانه من صغري بتعامل مع الكمبيوتر وما الى ذلك. فدي من الحاجات اللي انا متميز فيها. طيب انا هنا دلوقتي يعني الشارت ده انا مش فاكر الاسم بالظبط بتاعه، بس ببساطه ان انا دلوقتي هحط كل الكابابيلتيز بتاعتي في الجزء ده، ماشي، هحط وليكن مثلا الاوبورتيونيتيز اللي قدامي في الجانب ده، هحط الخصائص بتاع الشخصيه بتاعتي في الجانب ده، واخر حاجه هبدا ان انا اشوف الحاجات اللي انا باشنت فيها احطها في الجانب ده. الميزه ان الحاجات دي كلها لما بتتقاطع مع بعضها بتتقاطع في الجانب ده هنا كده، فالحاجات دي معناها انها حاجه انا بحبها جدا، حاجه انا باشنت فيها جدا، وحاجه انا بتتماشى مع قدراتي بشكل كبير، وحاجه هي فيها فرصة كويسة وكمان بتتناسب مع الشخصية بتاعتي، تمام. فدي الميزة في التشارت ده، انك هتعمل تشارت زي ده، ترسم تشارت زي ده وتبدأ انك تحط فيه العناصر المختلفة دي، والحاجات اللي تتقاطع مع بعضها هتكون دي الميزة التنافسية بتاعتك، الحاجة اللي انت لما تعملها هتكون احسن واحد فيها بإذن الله. طيب خلونا نرجع تاني للمثال بتاعنا، قلنا الكابابيليتيز ان انا مثلا وليكن سوفت وير ليرنينج ده حاجه كويسه، حته ان انا ما اقدرش اشتغل كفويس اوفر فخلاص، فمش هحرق مجهود في حاجه انا مش هقدر اتميز فيها كويس. طبعا ده خارج اطار الحاجات اللي ينفع تتعلمها وتتقنها، زي مثلا ان انت تظبط مخارج الصوت مثلا عندك، ده تقدر تظبطه بسهوله، على عكس حاجات تانيه ممكن تبقى خارجه عن ارادتك، ف يعني هتعمل لها استثناء من الاول، تمام. طيب نخش بعد كده على الاوبورتيونيتيز، ايه الفرص اللي موجوده حواليك؟ وليكن مثلا النهارده يعني هناخد برضو نفس المثال، انه دلوقتي الفيرتشوال رياليتي هي عامله زي الانترنت كده في 2000 مثلا، سنه 2000 حاجه جديده لسه بتبدا، مفيش ناس متميزه فيها كتير، وبالتالي فرصه انه الشخص اللي هيفهمها ويستوعبها كويس ويبدا ان هو يكلم الناس في المجال ده بعد بعض السنين هيكون من الرواد او من البايونيرز في المجال ده. فدي فرصه طبعا ممكن ملهاش علاقة شوية بموضوع القدرات، بس ممكن نربطها مع بعض في الآخر يعني، تمام. لو رحنا ناحية مثلا الباشن، فهلاقي مثلا إنه والله حد بيحب يتكلم كتير، ده حد زي حالاتي مثلا، وبيحب يشير النولج بتاعته، بيحب إن هو يكون اتعلم حاجة ويساعد ناس تانية إن هم يتعلموا نفس الحاجة، تمام. فده حاجة أنا بحب أعملها، فلو أنا دمجتها مع مثلا موضوع الميتافيرس مع سوفت وير ليرنينج، يعني مثلا لو خدنا حتة شيرنج نولج مع سوفت وير ليرنينج دي، فنلاقي ان انا ممكن مثلا اتعلم سوفت وير واعلمه للناس، ده كده حاجه بتاخد القدرات اللي عندي مع الباشن اللي عندي. طب لو ضفت عليها مثلا موضوع الاوبورتيونيتيز اللي قدامي وموضوع الميتافيرس، هلاقي ان انا لو اتعلمت سوفت وير ليه علاقه بالميتافيرس، تمام، وعملت عنه كورس او عملت عنه فيديوز او عملت عنه تريننج بروجرامز، تمام، فهيكون شيء كويس. طب لو خدنا المعيار الرابع اللي هو الكاركتر او السي بتاعتنا، هنلاقي انه يعني هنا برضو دي حاجه مش دارجه قوي، ودي حاجه الحمد لله كان ليا الشرف ان انا واحد من الليدرز في مؤسسه شباب القاده واي ال اف، يعني حاجه من التدريبات اللي اخدناها، طبعا خدنا تدريبات كتيره جدا، التدريب منهم كان بيتكلم عن الشخصيه او البيرسوناليتي علشان نفهم احنا شخصياتنا ونعرف ايه الحاجات اللي احنا متميزين فيها فنعتمد عليها بشكل كبير، والحاجات اللي احنا مش اقوياء فيها ف يعني نقدر ان احنا نضيف حد في التيم يسد الثغره دي، وطبعا احنا نقدر نمانج تيم بشخصيات مختلفه. فحاجه من الحاجات اللي بنصحكم بيها جدا انكم تعملوا التيست بتاع ال 16 بيرسوناليتيز، وده مهم جدا ان انت تبقى عارف شخصيتك. انا مثلا التايب بتاعي اي ان اف جي، وده كل واحد منهم يعني ليه برضو التفاصيل بتاعته، بس anyways يعني لو خدنا الاي دي مثلا، دي اكستروفيرت، انا حد من الناس بحب اتعامل مع الناس بشكل عام، ما احبش اني ابقى يعني اقعد اشتغل لوحدي فتره طويله. فلو خدنا الاربع حاجات دول مع بعض، سوفت وير ليرنينج مع شيرنج نوليدج مع الميتافيرس مع حتة ان انا اكستروفيرت مثلا، فلاقي ان انا افضل حاجة ممكن تماتش كل الحاجات دي مع بعضها. طبعا لو اخدت الاناليسيس ده لوقت اطول هتلاقي في معايير مختلفة، ممكن تلاقي اكتر من حاجة انت تقدر تعملهم وتختار بعد كده اللي انت عايزه، ممكن تجربهم كلهم بعد كده تختار اللي انت هتكمل فيه.
فهنلاقي مثلا في الحاله دي ان انا ممكن اتعلم سوفت وير ليه علاقه بالميتافيرس واعمل تريننج بروجرامز تكون مباشره قدر الامكان ليه. فده كده بياخد يعني كل اللي بياخد يعني بياخد قدراتي في الاعتبار، بياخد الباشن بتاعي في الاعتبار، بياخد الاوبورتيونيتيز اللي قدامي او الفرص اللي قدامي في الاعتبار، وكمان الشخصيه بتاعتي والمميزات بتاعتها. طيب الفاليوز هنا هي فلتر، يعني حاجه كده ايا كان التخصص اللي هتختاره هتعرضه على الفاليوز بتاعتك. يعني مثلا لو خدنا موضوع الميتافيرس ده، فانا هتجنب بعض البرامج اللي ممكن يكون فيها ضرر اكتر ما انه فايده، تمام؟ لانه ده بيتعارض مع القيم بتاعتي. فالفاليوز هي يعني اطار كده فوق انت محتاج تبقى واخده في الاعتبار دايما، ولو انت محدده كمان وبتستمده من ايه، ده هيكون ممتاز جدا، لانه ساعتها هيخليك ممكن في بعض الشغل، يعني مثلا في صناعه الفيديوهات احنا في بعض، يعني هقول لكم على عميل من فترة احنا كنا عايزين نعمل شغل مع يعني في دولة معينة اكتر، فكنا بنستهدف العملاء من الدولة دي، وفي عميل عملنا ميتنج معاه، قعدنا ورينا له الشغل بتاعنا، انبهر جدا. المبلغ اللي هو اصلا عرضه كان يعني كان المكسب اللي احنا كنا عايزين نطلبه، فكان الديل حلو جدا. بعد ما بعت لنا عينات عشان نبدأ نعمل يعني بعت لنا بعض الماتيريال عشان نعمل سامبل، فكان بعض الفوتج اللي هو بيستخدمه يتعرض جامد مع القيم بتاعتنا، احنا مش هنقدر نشتغل مع الفوتج ده، مش هنقدر ان احنا فيديو من اللي بنعمله يبقى فيه الفوتج ده، فطبعا رفضنا شغل زي كده، لانه يعني الفاليوز دي هي اهم حاجه، بعد كده العملاء والشغل وكل الكلام ده يتعوض بسهوله. فدي حاجه من الحاجات بصراحه المهمه جدا. بس ده كده بشكل اساسي. لو رجعنا بقى للبرزنتيشن بتاعتنا، فعشان برضو نسمى بالجزء ده، احنا عندنا الموديل بتاعنا الفي كاب سي، الفاليوز دي معيار اساسي فوق، وبعد كده هتبدا ان انت تشتغل ايه الكابابيلتيز بتاعتك، ايه القدرات بتاعتك والحاجات اللي انت متميز فيها، وايه الاوبورتيونيتيز اللي قدامك، ايه الفرص المتاحه قدامك، ايه الباشن، الحاجات اللي انت بتحب تعملها. مش شرط ان انت تكون بتحب فوتوشوب، يعني غالبا ما فيش حد اتولد بيحب فوتوشوب، بس ممكن حد اتولد بيحب يعبر عن الافكار بشكل تصميم او في شكل صوره، فده ممكن يكون حاجه من الحاجات اللي انت تشتغل فيها بعد كده، اللي هو الجرافيك ديزاين مثلا. طيب شخصيتك انت، هل طبعا اكستروفيرت وانتروفيرت ده حاجه واحده من حاجات، في حاجات تانية كتير. فلو انت اكستروفيرت مثلا، فحاول ان انت دايما تكون محاط بالناس في الشغل بتاعك. لو انت انتروفيرت، خليك تبقى اغلب الوقت الشغل بتاعك بتشتغل لوحدك. طيب فانت لو خدت موديل زي ده، ان شاء الله المجال اللي هتختاره هتقدر انك تتميز فيه بشكل كبير جدا باذن الله. طبعا ده المثال اللي احنا اتكلمنا عليه، وده اللي خلاني ابدا قناه ايبرينورز رائد اعمال اونلاين، وان شاء الله اللينك بتاعها هيكون في اخر السيشن، وكده كده المحاضره دي باذن الله هتكون على صفحه التراس نظم معلومات، وبرده هتكون على قناه ايبرينورز، ف يعني لو انت شفتها من خلال القناه فانت كده خلاص وصلت للقناه يعني. طيب نخش على الستيب اللي بعد كده، وهي انك تثقل مهارتك وتراكم خبره. هنا يعني خلاص اخترت وليكن مثلا يعني ان انا محتاج اعرف عن الميتافيرس، احنا هناخد المثال بتاعنا احنا اتكلمنا عنه من شويه، او الفيرتشوال رياليتي، تمام؟ فهبدا ان انا احدد ايه القنوات اللي بتتكلم في المجال ده، تمام؟ وليكن مثلا في 30 قناه، انا برضو عايز اوريكم مثال هنا لانا شخصيا عامل ايه في الجانب ده. طيب ده كده برنامج بالمناسبه احنا اتكلمنا عنه على القناه برضو، ان انت ممكن تنظم قناه اليوتيوب في قوائم زي كده، وتبقى موجوده جوه يوتيوب نفسها، بحيث ان انت يبقى الدنيا سهله عليك. فهنا هنا محدد عدد كبير من القنوات اللي بتتكلم عن الفيرتشوال رياليتي، بحيث ان انا ابقى دايما مطلع على المجال ده فيه ايه جديد وكده. فده شيء مهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت تشوف ايه الكورسات اللي ممكن يعني تستفيد منها في المجال ده، وده طبعا لو رجعت لحد من الناس اللي عندهم يعني خبره في المجال ده او خدوا المجال ده قبل كده. يعني مثلا انت هتتعلم جرافيك ديزاين، فشوف حد جرافيك ديزاينر يقول لك ايه او يشور عليك ايه الكورسات اللي ممكن تاخدها في المجال ده، فحدد الحاجات دي، وبعد كده تبدا بقى ان انت برضه ممكن يكون في ادوات، يعني مثلا انت تشتغل كجرافيك ديزاينر فممكن تكون محتاج حاجه زي كده اللي هو الجرافيك تابلت اللي بترسم عليه، يعني ده ممكن يكون احد الادوات. في ادوات تانية مثلا زي انت يبقى معاك لابتوب، فلو انت ما عندكش لابتوب هتحط الاداه دي كحاجه من الحاجات انت محتاجها اصلا عشان تبدا، تمام؟ وبعد كده تبدا تعمل ان انت ترسم تايم لاين للموضوع ده، انت هتاخد وقت قد ايه علشان تقدر يعني تكون فعلا جرافيك ديزاينر. مش احسن حد تماما، بس على الاقل عندك القدره انك تعمل بروجكت لحد يدفع لك عليه فلوس، تمام؟
فعشان نصام قبل في الجزء ده انت محتاج تحدد ايه الكونتنت اللي هتتعلمه او الحاجات الضرورية بشكل عام، كونتنت ادوات وما الى ذلك. بعد ما حددت ده هتبدأ تحط الكلام ده في تايم لاين، وليكن مثلا انا هتعلم كل يوم في الكورس الفلاني لمدة ساعتين، واجمالي مثلا في الشهر وليكن عدد معين من الساعات، وهتعلم الثلاث كورسات دي عشان هتعلم فيها واحد اثنين ثلاثة، تمام؟ وقنوات اليوتيوب دي انا هقعد مثلا كل يوم وليكن لمدة ساعة اشوف الكونتنت بتاعها واعرف الجديد في المجال ده. وخلال وليكن مثلا 3 شهور انا كده هقدر ان انا اعمل شغل بنفسي. طيب انا كده بقى عندي القدرة ان انا اعمل شغل بالمهارة اللي انا اخترتها. علشان اقدر اقنع شخص ان هو يعينني ويدفع لي فلوس في مقابل المهارة دي، فمحتاج يكون شوف شغل سابق عندي، محتاج يبقى عارف ان انا شخص عندي خبرة في المجال ده. وهنا يعني مثلا في حد اسمه بيتر ماكنن، ده حد من الناس المصورين جامدين جدا وعنده قناة يوتيوب ما شاء الله كبيرة. يعني كان بيتكلم في، بيقول للناس اللي بتبدأ لسه، اول ما تتعلم مهارة يعني offer something for free، اعرض شيء بشكل مجاني، علشان يعني انت دلوقتي لسه خلاص يعني لسه جديد في المجال، فصعب ان حد يدفع لك فلوس وهو مش هيشوف شغل سابق ليك، او هيشوف مثلا شغل انت كنت بتعمله كده وانت بتجرب الدنيا، فهو محتاج يشوف شغل فعلي. يعني هو حتى كان بيذكر مثال انه راح صور ايفنت معين او صور حاجات لبيزنس معين، والبيزنس ده كان في المنطقة اللي هو عايش فيها، والحاجات اللي هو صورها تقريبا بقت موجودة في يعني كل الناس اللي موجودين في نفس المنطقة بقوا عارفين ان هو اللي عامل الشغل ده، فبدأت ناس تانية تيجي تعينه، في حين ان اول شغل ده هو ما خدش عليه فلوس خالص. فدي حاجة من الحاجات اللي انت محتاج تكونسيدرها او تفكر فيها في البداية، انك ممكن تعمل بعض الشغل بشكل مجاني علشان تضيفه في المعرض الاعمال بتاعك، او حتى بتكلفة بسيطة، تمام؟ فدي حاجة من الحاجات اللي لازم تاخدها في الاعتبار. ده كده مثال من عندي انا، طبعا انا مش منظمه بنفس الشكل، بس سريعا انا حاطط الليرنينج ماتيريال بتاعتي مثلا قناه يوتيوب، وفي كورسات انا حاططها وباخدها. طبعا مش ماشي 100% على التايم لاين ده، بس على الاقل انا واعي ايه الحاجات اللي انا محتاج اتعلمها، ايه الحاجات اللي انا ماشي فيها صح، ايه الحاجات اللي انا مقصر فيها وهكذا، وتايم لاين رفلي على الاقل ان انا مثلا يكون في ديسمبر بسيرش كده في الموضوع بشكل عام، في يناير بدات ان انا ابدا القناه وبدات اخطط لها، في فبراير جبت اداه معينه علشان اقدر اجرب حاجات مختلفه، في ابريل بدات ان انا انزل بعض الكونتنت عن الموضوع ده، وده اللي انا ماشي عليه وان كان متاخر عنه شويه. طيب لو رحنا على النقطه الثالثه، وهنا دي نقطه مهمه جدا، الموظف هو في حد يعني خلاص هو ملتزم ان هو من 8 ل 4 او ايا كان عدد الساعات اللي هو هيروح يشتغلها، هو عارف ان الفتره دي هو بيشتغل ومحدد ليه هو هيعمل ايه بالظبط ومش هيعمل ايه. الفريلانسر هو اللي محتاج يعمل لنفسه ده، الفريلانسر هو اللي محتاج يروح يجيب البروجكت اللي هو الشغل، محتاج ينظم هيخلص ايه امتى، محتاج هو اللي ينفذ الشغل وكل حاجة. فلو انت مش منظم الاسبوع بتاعك بشكل كويس، الدنيا هتلخبط جامد، هتلخبط جامد جدا يعني. فانا هنا بتكلم على الروتين يساعدك انك يعني تكون شخص ناجح وشخص متميز في المجال بتاعك. الروتين ده مثلا حاجة من الحاجات اللي يعني شبه مفروض علينا، هو ان احنا ننام بدري ونصحى بدري، لان دي حاجة في طبيعتنا. طبعا الفريلانسر حد من الناس اللي من وجهة نظري على الاقل او من خبرتي انا، انه حاجه من الحاجات اللي بيعاني منها جدا هي حته تظبيط المواعيد بتاع النوم، لانه ممكن يبقى مثلا بيشتغل لحد بالليل، و او ممكن مثلا يكون بيشتغل مع عميل. مثلا من قريب انا كنت بشتغل مع تيم وما زلت يعني من امريكا، فالميتنج بتاعتنا بتبقى الساعه 8 بالليل دايما، وبنقعد من 8 ممكن ل 11، فالفتره دي يعني هي الفتره الوحيده اللي نقدر نعمل فيها الميتنج، لان قبل كده هم بيبقوا نايمين، بعد كده انا المفروض ابقى نايم. فلو انا فضلت قاعد على الكمبيوتر لحد الساعه 11 غالبا عشان انام، ممكن الموضوع يطول لحد 12 او 1. فطبعا حاجه زي كده ممكن تبقى تشالنج بالنسبه لكتير من الناس، لكن لو انت عندك القدره انك ترتب وقتك انك تنام بدري تصحى بدري، ده كنقطه من النقط اللي انت محتاج تراعيها في الجزء بتاع الروتين، فده هيكون رائع جدا ومهم كمان. لكن بشكل عام انت محتاج تحط مواعيد الشغل بتاعتك، لو اي بروجكت يعني اتقبلت فيه او قدمت عليه واخدته، فمحتاج تحدد هتبدا فيه امتى، هتسلم ايه امتى، هتتواصل مع العميل امتى، كل الحاجات دي انت هتعملها بنفسك. فلو انت مش قادر تعمل ده هيبقى الموضوع صعب عليك جدا، فدي مهاره انت محتاج تتعلمها، ان انت تعمل بروجكت مانجمنت، تمام؟ ده اللي انا كنت حابب اقوله هنا والفت انتباهك ليه هنا، لانه شيء مهم جدا وتشالنج كبير ضد اي فريلانسر. طيب هنخش على الستيب الرابعه، وهي تعتبر يعني اللي ناس كتير جدا بتركز عليها،
وهو التسويق، ان انت تسوق لنفسك بشكل كويس. وانا هنا مش هتكلم كتير بصراحه، انا هقول لك حاجه اساسيه، وهو انك لو ما عملتش الخطوه اللي في الاول اللي هي انك تختار المجال صح فعلا هتقدر تنجح فيه وتبني المهاره بتاعتك وتثقل الخبره بتاعتك بشكل كويس، فما تضيعش وقت كتير في الجزء ده، تمام؟ لانه انت دلوقتي لو ما عندكش، لو انت مش افضل حد في المجال، طبعا مش بقول انك لازم تبقى رقم واحد في صناعه الفيديو علشان تشتغل فيه كفريلانس، مش شرط، بس لازم تكون واحد من الافضل على الاقل، تمام؟ لانه انا دلوقتي كشخص هيعين حد، هبص سي مثلا دلوقتي نزلت بروجكت على مستقل وده عملناه كتير يعني، ولقيت 50 واحد قدم عندي، فبلاقي ناس هو يعني ممكن يكون ما عندوش خبرة خالص وبيقدم على بروجكت، فطبعا هعمل له استثناء، فده هيحبطه في المقام الاول. بس تاني انت محتاج تفكر قبل ما تحط نفسك في موضع زي كده وتبدأ تسأل هو ليه ما قابلنيش وما الى ذلك، فابني الخبرة بتاعتك الاول واتأكد انك فعلا متقن للمهارة دي في الاول، تمام؟ عشان ما تجيش في الفترة بتاعت الابليكيشن دي او ان انت لما بتقدم على شغل تلاقي الدنيا مش ماشية زي ما انت متوقع فيحصل احباط وبعد كده ما تكملش مثلا في المجال او كده، في حين ان انت بس في خطوة في الاول ما عملتهاش او ما اديتلهاش حقها، تمام؟ طيب خلاص، هنفترض دلوقتي ان انت خلاص بقيت قادر ان انت تعمل المهارة او تقدم الشغل اللي انت عايز يعني تشتغل فيه، قادر ان انت تقدمه بشكل كويس، فهتبدأ ان انت تكريت بروفايل كويس ليك. هنا انت ممكن تعمل بيهانس بروفايل، ممكن تعمل ويب سايت شخصي ليك وتعرض الشغل بتاعك فيه. بيهانس بصراحه اوبشن رائع جدا، او ممكن ان انت تبني البروفايل بتاعك على الفريلانس ويب سايت يعني، وغالبا هتلاقي نفسك ان انت بتحتاج تعمل الاثنين، انت تبني بيهانس بروفايل وكمان يعني كل ويب سايت زي فريلانسر، اب وورك، مستقل وغيرهم، كل واحده من دول هتعمل عليها اكونت، هتحتاج برضو ان انت تحط الشغل بتاعك هناك. طيب بعد ما هتبدأ انك خلاص عملت البروفايل بتاعك وخلاص انت مستعد وجاهز، ابدأ ان انت ابلاي على الفرص اللي قدامك ايا كانت بقى المنصة. انا هنا هكلمك على الابليكيشن ده، معرفش ليه الصورة هنا مش ظاهرة، فخلينا نشير سكرين. طيب ده كده انا بسميه ذا ويننج بروبوزل، ده من خلال خبرتي ومن خلال حتى انا يعني عينت فريلانسرز على مدار الفتره اللي فاتت كتير. وفي ناس لما يعني كنت بلاحظ كده الابليكيشن بتاعهم كان منظم بشكل عامل ازاي، علشان يعني في الاخر انا عينتهم يعني، وانا بالذات انا شخص سكيبتيكال جدا، عايز شخص يسلم لي حاجه في وقتها، يسلم لي حاجه بافضل جوده ممكنه، فما يعني بحاول قدر الامكان ما اسيبش حاجه للاحتمالات يعني. طيب ففي الاول انت هتبدا تعرف الشخص اللي انت بتكلمه بنفسك، وتقول له ليه انت ذا وان، انت الشخص المناسب الخبير المناسب للشغلانه دي. فانا مثلا حسام الدين حسن، انا عندي خبره 1 2 3 وانا هقدر اعمل لك الفيديو ده احسن شكل ممكن، تمام؟ بعد كده انت بتقول لي دلوقتي ان انت احسن حد هيعمل لي الشغل ده، اديني بقى دليل على انك فعلا احسن حد. فهنا افضل دليل هو انك توري له شغل مشابه انت عملته قبل كده، وليكن مثلا انا بقول للشخص ده اني هعمل لك الفيديو ده بافضل شكل ممكن، هيعجب الجمهور بتاعك وهيزود المشتركين بتوع قناه اليوتيوب بتاعتك، تمام؟ فوري له فيديو عندي قبل كده انا عملته بنفس التصور اللي هو عايزه او قريب منه بشكل كبير، وكان وياكم مثلا على قناه يوتيوب وجايب عدد كبير من المشتركين. عاده لما بتعمل ده يعني هتلاقي مثلا ايه، انت بقيت خلاص من 10% يعني في نفس الفئه، فهتلاقي في 90% تانيين الشخص اللي بيعين هيستثنيهم وهيفكر في ال 10% دول، فهتلاقي ان خلاص المنافسه بدات تبقى اقل بكتير، تمام؟ فهتدي له بروف شغل سابق، تيستمونيالز من العملاء اللي اشتغلت معاهم قبل كده، او فيدباك لعملاء قبل كده، يعني تقييمات العملاء ادوها لك، فانت هتوريها له، فهو هيبدا برضو يدرك ان الشخص ده اشتغل مع ناس قبل كده وفي تقييمات كويسه ليه، تمام؟ وبعد كده هتدي له البروميس، البروميس اللي هو انا هعمل لك 1 2 3، انا هعمل لك فيديو موشن جرافيكس وليكن 2 دي انيميشن ايا كان، وهخلصه لك في الوقت، وليكن مثلا هو حاطط او طالب ان الشغل ده يخلص 7 ايام، يبقى انت هتدي له البروميس ان انت هتخلصه في 7 ايام. طبعا ده لو حاجه انت تقدر تعملها، لو هيحتاج مده اكتر من كده فوضح له انه هيحتاج مده اكتر من كده، تمام؟ الحاجه الاخيره اللي لو ضفتها، هي مش حاجه اساسيه لكن لو ضفتها حرفيا ال 10% اللي انت بقيت موجود معاهم دول انت ممكن تبقى خلاص رقم واحد فيهم، وهو انك تدي جارانتي. تخيل مثلا معايا انا بقول للشخص اني هعمل لك فيديو، لو ما عجبش لو ما عجبكش انا مش هاخد اي فلوس، تمام؟ طبعا عارف كتير من الناس هيعترض على حاجه زي كده، وممكن بعض الناس ما تقدرش تعمل حاجه زي كده خالص،
الله اكبر الله اكبر. لكن حاجه زي كده انت لو عملتها هتبقى كومبيتيتيف ادفانتج معاك عاليه جدا، لانه الشخص هيفكر يعني هيبص كده انت يعني شغلك السابق ممتاز جدا، في تستمينيالز كويسه، وكمان بتديني بروميس انك هتعملي الحاجه في الوقت المناسب بالشكل اللي انا عايزه، وكمان بتقولي انك مش هتخسر اي حاجه لو ما عملتلكش الحاجه اللي انا وعدتك بيها دي، انت مش خسران اي حاجه. بس تاني دي مش حاجه دايما هتعملها، لكن لو عملتها على الاقل في البدايه او بالذات في البدايه فهتعلي نسبه الشغل اللي انت بتاخده، وطبعا لو انت ان شاء الله مؤهل انك تعمل الشغل ده بافضل شكل، فهتلاقي ان مع الوقت الشخص ده هيبقى بيشتغل معاك انت باكبر، يعني هيعتمد عليك انت اكتر من ان هو يروح يدور على حد جديد. طبعا في اطار البروبوزال بتاعك وانت بتكتبه خليك دايما متحمس للكلام، خليك دايما واثق في اللي انت بتقوله، خليك امين، ما توعدش بحاجه انت ما تقدرش تعملها، ما تحطش الشغل مثلا انت ما عملتوش قبل كده. تمام. طيب لو رحنا على الجزء اللي بعد كده، طيب ماشي شكرا. طيب دلوقتي السلايد هنا موجودة، اوكي. طيب لو احنا على الجزء اللي بعد كده، احنا هنا عايزين برضو او عايز الفت انتباهكم ليه منصة مستقل. منصة مستقل منصة عربية بصراحة رائعة جدا، يعني احنا اشتغلنا عليها فترة طويلة جدا. انا برضو ممكن سريعا اوريكم البروفايل اللي احنا بنشتغل من خلاله. طبعا تاني انا واخد ابروتش ريادة الاعمال اكتر من الجانب بتاع الفريلانس، فانا اصلا مش عامل البروفايل لنفسي على مستقل، احنا بنشتغل بين بروفايل مصطفى ده اخويا. تمام. هو هنا في عدد كبير جدا من المشروعات، وميزه في العملاء اللي احنا بنشتغل معاهم مره وتبقى الدنيا كويسه جدا معاهم، انه يعني خلاص هو وثق فيك وشاف شغلك فهيشتغل معاك تاني وتالت ورابع. تمام. طيب لو بصينا مثلا على مستقل ورحنا على تصفح المشاريع كده، هنلاقي ان كل كام دقيقه في مشاريع جديده تنزل. يعني لو بصينا مثلا من دقيقه في مشروع نزله، من 4 دقائق في مشروع تاني، 6 دقائق، 9 دقائق، فعدد المشروعات اللي بتنزل كتير جدا. وبالرغم ان ده ميزه، هو برضه في نفس الوقت عيب شويه. يعني في الاول لو دخلنا مثلا اي بروجكت من دول، في الاول كنت اقدر اخش على البروفايل بتاع الشخص اللي نزل شغل فاشوف لو هو عين ناس قبل كده، خلاص افهم ان الشخص ده جد وغالبا هيعين ناس وبالتالي اخش اقدم. لكن دلوقتي هم شالوا الاوبشن ده، لازم ان الشخص يتواصل معاك، يعني انت تقدم وهو يرد عليك علشان تقدر تخش تشوف البروفايل بتاعه. ودي بصراحة انا شايف ان هو ابديت، يعني انا شايفه مش احسن حاجة خالص. لكن مستقل بشكل عام منصة رائعة جدا، هو بعيد عن خمسات انك بتضطر تعمل شغل بتكلفة قليلة، انت ممكن تبدأ على خمسات عادي خالص، لكن مستقل هو من المنصات اللي انت لازم تبدأ فيها، لانه البروجكت بيبدأ هنا من $25، ونسبة كبيرة جدا من الناس اللي بتشتغل على المنصة دي بتكون جادة، لكن برضه في نسبة للأسف ما بتكونش جادة، فممكن تقدم وتلاقي مفيش رد خالص والمشروع اتقفل بعد كده أو حاجة. لكنه بشكل عام هو منصة رائعة جدا. وأنا عندي كورس على منصة يوديمي اسمه، خلينا برضه سريعا يعني أوريهولكو، يعني الكورس ده بيتكلم على الوايت بورد والربح من الانترنت. فحاجه من الحاجات الاساسيه اللي احنا مركزين عليها هو مستقل، بنتكلم على ازاي ان انت تعمل اكونت على مستقل، ازاي ان انت تبني بروفايل بتاعك على بيهانس وعلى مستقل، وبعد كده ازاي انك تبني يعني تبدا تقدم على شغل وان شاء الله تتقبل فيه. وكمان بتتعلم هنا مهاره صناعه الفيديوهات، الوايت بورد انيميشن تحديدا. والكورس ده احنا برضو بمناسبه الليكشر دي او المحاضره دي عاملين جيف اواي، هنختار 10 اشخاص هيحصلوا على الكورس ده بشكل مجاني. هو الكورس المفروض انه ب $27، لكن عاده على يوديمي في عروض بتنزل من وقت للتاني، فاحنا ان شاء الله هنختار 10 اشخاص ياخدوه بشكل مجاني تماما. فكل اللي انت محتاج تعمله، انا هسيب لكم برضو اللينك هنا في الشات وبرضو في الديسكريبشن سواء على فيسبوك او على اليوتيوب. المفروض ان احنا كنا الجيف اوي تبقى وذين الليكتشر او داخل المحاضره او في وقت المحاضره، لكن هنمد المده شويه بحيث انه اي حد هيتفرج على الجانب اللي هو التسجيل يعني فيقدر ان هو برضو يسجل. انت كل اللي بتحتاج تعمله تسجل بالايميل او الفيسبوك بتاعك. فلو افترضنا مثلا سجلت بفيسبوك، هلاقي بعض الحاجات اللي انا بعد كده لو عملتها هتبدا انها تديني بوينتس اكتر وهتزود فرصتي في ان انا افوز يعني واخد الكورس ده بشكل مجاني. بعد كده الايميل اللي انت سجلت بيه هو اللي هيجي لك الاكسس بتاع الكورس عليه ان شاء الله. تمام.
طيب احنا كده اتكلمنا عن الجيف اواي، تمام. فانا حابب اشكركم جدا اللي كمل لحد الجزء ده، سواء معانا بشكل مباشر او حتى في الجانب التسجيلي. لو حد حابب ان هو يسال اي حاجه يكتبها دلوقتي، انا معاكم ان شاء الله. وبرضو انا لو اي حد حابب يتواصل بعد كده من خلال فيسبوك، تمام، من خلال تليجرام، الشانل بتاع التليجرام، يعني احنا بنرد عليها اول باول انا والتيم بتاعي، وقناه يوتيوب سواء تعلم او ايبرينورز، احنا برضو معاكم. لو حد كتب تعليق هنرد عليه ان شاء الله. فلو حد معانا دلوقتي عنده اي اسئلة يتفضل، احنا معاكم. طيب، ان الشخص يتعرف، يعني لو بنتكلم على سكيل كبير شوية، مثلا حد زي بيتر ماكنن، هو كان بيحب جدا موضوع التصوير، فهو عمل يوتيوب، فهو اتعرف من الجانب ده، اتعرف من ان هو بيعلم الناس ان هم يشتغلوا في المجال اللي هو بيشتغل فيه. لكن لو انا اتعرف علشان اكون فريلانسر الناس تعيني، فده من خلال الفريلانس ويب سايت، تمام، مستقل، ابورك، حتى بيهانس، يعني بيهانس العميل اللي انا ذكرته في الجزء في النص المحاضره كان تواصل معايا اصلا من خلال بيهانس. فان انا اكون موجود على المنصات دي، برد اول باول، بقدم على مشروعات اول باول، ده هيخليني اتعرف على نطاق المنصات دي. لكن انا عايز اتعرف على نطاق اوسع من كده بكتير، فممكن اكونسيدر حاجه زي يوتيوب او حاجه زي فيسبوك، ان انا انزل كونتنت عليها بشكل مستمر. فده حاجه من الحاجات اللي ممكن تبقى مفيده يعني. لكن لو انا بستهدف ان انا اشتغل كفريلانس واعمل شغل للناس، ان انا ابني على يوتيوب هيكون هياخد وقت شوية. طيب، في حاجة سريعا، انه اللي حضر وهيكون ليه شهادة ان شاء الله، فيا ريت يكتب الاسم بتاعه بالانجليزي ثلاثي علشان يقدر ان هو يحصل على الشهادة ان شاء الله. طيب، الفكرة بتاعت كورس الوايت بورد وربح الانترنت، يعني هو كورس بيعلمك ازاي تبدا تعمل فيديوهات وايت بورد انيميشن. يعني احنا عندنا على قناه تعلم اونلاين، لو سريعا برضو عملت شير سكرين معاكم. ده النوع الاساسي من الفيديوهات اللي احنا بنعتمد عليه، وما شاء الله يعني اغلب الفيديوهات بتجيب مشاهدات بعدد كبير جدا. وفي نفس الوقت هو سهل ان الواحد يتعلمه في البدايه ويدخل في مجال صناعه الفيديو وبعد كده يتعلم مهارات تانية. فده كان الهدف من الكورس، ان انا ابدا اعلم الناس المهاره دي، الوايت بورد انيميشن، وفي نفس الوقت برضه البرامج مش مكلفه قوي، وبالتالي سهل ان الواحد يبدا فيها فيبقى دخل في المجال، وبعد كده يبدا ان هو كمان يتعلم مهارات تانية ويضيفها لمجال خبرته. فده الفكره بشكل اساسي يعني ان شاء الله. تمام، والصفحة إن شاء الله هينزل عليها التسجيل إن شاء الله، وكمان هينزل عليها الشهادات، هي ultras.mis بعد فيسبوك، يعني اللي هو ultras نظم معلومات. فبرضو أنا هحتفظ بالرابط بحيث أحطه في الوصف على القناة إن شاء الله. تاني بشكركم، بشكر ultras نظم معلومات على تنظيم السيشن دي، وبشكر برضو الفريلانسر يونيون على التعب بتاعهم معانا وعلى المجهود اللي هم بيعملوه جدا، الكبير جدا اللي بيعملوه علشان يساعدوا الفريلانسرز ان هم يبدأوا ويتميزوا في المجالات المختلفة. تاني، لو اي حد حب يتواصل معايا في اي وقت، خلال فيسبوك، من خلال تليجرام، من خلال حتى تعليقات يوتيوب، ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا وانبسطتوا بالمحاضرة. ونشوفكم طبعا في فيديوهات تانية بإذن الله.